عليكم الاخوه، تبارك الله عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين اليوم الاخوه. ان شاء الله بحول الله هبطنا البحر، كيف ما كنشوفوا البحر هو هذا، نزلنا البحر اليوم ان شاء الله غنصيدوا على البوري. بوري الاخوان كيف ما كتشوفوا الصناره هي هذه، كنديروا قصي دير صناره واحده، بغيتي دير جوج كاع عجبك. المهم انا كنفضل ندير هذه الطريقه، هذه كندير صناره هنايا، كندير فرشيه من الفوق، ندير ستارلايت باش يبان لك هذا، كندير من التحت كندير فيزكا، بغيت نطعمها نطعمها، ما بغيتش نطعمها كنخليها خاويه. غير كتجرب في الحوته، الا فلتات لك من هذه كتشدها هذه. جربت هذيك النار طريقه فعاله الاخوان، فعاله الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا الصناره هنا والفيزكا هنا. المهم خليكم معنا الاخوان، احنا غنطعموا ان شاء الله دابا، الا جاب الله شي حاجه على المباشر تشوفوها ان شاء الله بحول الله. وما تنساوش على الاخوان كيف ما العاده، دعمونا بجيم سبسكرايب بارطاجيو الى عجبكم الفيديو. طريقه سهله الاخوان، كنرشينا قبيله، رشينا الخبز في البليصه، حاليا الحوت تبارك الله دابا موجود. المهم غنديروا له كخبيز، غنزيدوا حتى في الفيز كنزيدوا فيها شي طريف ديال الخبز، لعل وعسى ربما يضربت عليها باي طريقه. المهم تزلق له الخبز وتخلي الصناره باينه على هذه الطريقة هذه يا إخوان، وطلعوا نصيب القصيبة ديالك هي، نتمنى أنها تكون باينة، إن الفرشية مال شوية لتحت. هيا هيا يا إخوان، هيا هيا على المباشر، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هيا يا إخوان على المباشر، بسم الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. هذا التزكاع الاخوان، واحد التوش عندي هاي كما تشوفوا الفرشيه، بغيت نمتعكم فيها. راه غدا انا يد غدا تصور ويد غدا شو القصيبه. هذه القصاره ديالكم، هاد القصارة هاي طارت لهم في المواقع، الى صافي قايفة ركلتها اباقي. انتم انتم مع الخوت شو كيتي في ركلها زيد اجي شوفوا كيفاش شاد القصبان بعد هادشي كنضربو تمارة باش نصورو ليكم. ها نتوما كصايب الخوت، بارك الله بوري غليظ اللهم بارك. نطلعو غا بيد اللهم بارك. تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك اخوته، وهما هنا اللهم بارك. كما كتشوفوا كما العاده هكايا، وكتخلي الفرشيه ديالك تروح فكي كيضرب عليك هكا، كيشد فيك هكا شويه، كتنصرفيه دابا راه كيساوم هكا كيقولوا، غير غينصرها غنصر معاه. شوفوها على المباشر اخي، الطريقه كيف ما قلت لكم اخوان طريقه سهله، طريقه سهله. كترش البليصه اللي غتصيد فيها وتصبر عليها واحد المده شي شويه على ما يتجمع عليها الحوت، وديك الساعات كتخدم خدمتك خايف ضراب مع رصاصك الى فيك شي مده. ويمكن راه كلا الطعم غنعاودو نطعمو مره اخرى يا اخوان، الطعم مشات قالو له خبيز سهله.
تلقاها لو تخلي الصنارة باينة باش ملي كيعض فيها دغيا كتشد معاه هكذا. المهم الاخوان هذه الحصيله اللي جاب الله كيف ما كتشوفوا هذه الحصيله النهائيه. المهم الحمد لله ربي ما خيبناش، درنا الاسباب وربي ما خيبناش، الحمد لله جاب الله هذا النصيب هذا. كما كتشوفوا هذا هو السمك البوري تبارك الله، الحبات الصغار والكبار الحمد لله على كل حال. المهم تفرجنا وفرجناكم معنا، نتمنى انه يعجبكم الفيديو وقبلوا علينا ان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. وكيف ما العاده الاخوان دعمونا وبارطاجيو الى عجبكم الفيديو. تبارك الله عليكم.